السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، اموركم مزيانه؟ اليوم ان شاء الله لقيتوني غادي نمشي اول مره غنشوف التخفيضات هنا في اسبانيا او لي سول او الرباخس. قلت لكم اسبانيا فرنسا البنات. والمهم البنات غادي ناخذكم معايا وغنشوفوا الفرق ديال الاثمنه، لان كنت بزاف كنسمع بان لي سول في فرنسا ماشي بحال لي سول في اسبانيا. المهم اليوم انا غادي نمشي وغنشارك معكم اي حاجه شفتها هنا، زعما اثمنه كاملين كاينين هنا، وغادي نقارنوا. يعني ماشي غنقارنوا بما ان الاثمنه في اسبانيا في التخفيضات يعني كيكونوا فيكس، مثلا كيوصل التخفيض كلشي كيرجعوا 5 اورو ولا كلشي كيرجعوا 10 اورو، لا ولكن كل حاجه والثمن ديالها. غير هي غادي نشوف انا عيني ميزاني كيف كنقولوا، غادي نشوف واش الاثمنه قريبه من فرنسا اولا، واخا لي سولد الحويجات غاليين، هذا هو اللي بغيت نقول لكم. المهم انتم معايا، انا غنخرجكم معايا ان شاء الله ويكون خير. لقيتوني هنايا جيت لستاسيون طوبيس كنتسنى الطوبيس وان شاء الله يكون خير. ها انتم معايا الطوبيس، هم هنا محطه سوبر اي ما كتعرفوا دائما، ها هي ستاسيون هو هنا صافي. المهم حنا كنتسنى وما بقى والو يجي ان شاء الله صافي. ما ديتش الطوموبيل لانها هاد السونتر كوميرسيال كيجي في هذا في وسط المدينه في السونتر، يعني وصعيب باش تلقاي باركينغ، واليوم السبت يعني صعيب صعيب باش نلقى. اللهم يمشي هكا في البيوس حسن. يلا بنات انتوا معايا غادي نهضر عليهم السبت70%. صراحة هنا في الصيفية خديت ليهم حتى من هنايا تقاشر، كيبقاو بأورو 20 بحال مثلا هادو اللي كتشوفو معايا، هادو كيبقاو بأورو 20 أورو 25 دايرين لهم 70%. كاين هادو حتى هما كيبقاو بشي أورو، كما كتشوفو فيهم ثلاثة ديال هما في الأصل كيديرو ثلاثة ديال الأورو 70%، حيدو منهم 70% وتعرفو شحال كيبقى. شفتو فيها ثلاثة خديت لهم منهم صافي، خديت لهم بزاف من هنا من هذا المحل هذا اللي وري. وعاد كاينين هادو هادشي الغلاضين، هادو كانوا ب 4.90 حيدو لهم 50%، ومازال غادي يزيدوا ينقصوا فيهم. عجبوني فيهم تقشرات بزاف كما كتشوفوا، سخيخين كاملين. هادو كيبقى بجوج اورو، كاين هادو كاين هادو كما كتشوفوا، كاين هاد الشكل كاين هذا كاملين البنات انتما 50%. هادو 3 اورو بحال كيبقاو باورو 50. زويونين هادو الوليدات كيجيو غليظين من تحت، يعني اثمنة مزيونين هنا. وكاين هادو حتى هما انتما شوفوا اورو 90 عاملين لهم 50%، مكيبقاوش 80 سنتيم هما. وهادو كاملين اورو 90 كيبقاو 50%. الاكسسوارات عاملين لهم 80 البنات، الثمن فيهم زويون والكاليتي ديالهم عجباتني ديال هاد المحل هذا. زين كما كتشوفوا هادو كيبقاو 8 الاورو، هادو غاليين شويه، مي كاينين بعض الحوايج عندهم هنا الثمن ديالهم رخيص وكاليتي زوينه. لان جوج اورو ولكن اغلبيه اللي لقيت هنا في هاد الجهه هادي شوف جوج اورو. شوفوا نعاود فداء جوج اورو، حقاش ما كتشوفوا معايا تقريبا كلشي جوج اورو. بعض الأور بالنسبة للملابس الداخلية خديت من عندهم حتى في الصيف، يعني كي شفتو هادو 50% عندهم كاليتي زوينة. هنا كنت معاملين هادشي كامل أورو، شوفو البنات منين كاليتي زوينة مزيانة، كاين بزاف موديلات كاين كريبيان. مثلا هاد الليمونو هادو كانوا ب 14.90 حيدو منهم 50%،
كيبقاو ب 8 د الاورو تسعود هكذا. مزيونين الوليدات كيعجبوني هادو في الشتاء، البنات البروده يعني كتلبسهم ليهم وكتنساوهم. هنايا بيجامات ديري ليهم 30% يعني مزيونين من هاد الشكل هذا. عاود حتى هو كيجي سخيخان وكاين هاد الشكل هذا. ولدي انا عجبو هاد الشكل، شوفوا هادو هما اللي دايرين لهم تسعود ف 8 الاورو، دايرين لهم 50%. جهه البنات ما فيها الصل ديال البيجامات ديال البنات بالحق غزالين غزالين كيحمقوا، واخا ما فيهمش الصل يعني الثمن ماشي شي ثمن، كما شفتوا 14 الاورو 90 كتحمقت البيجامه صراحه كاملين كاملين. كاين هادو الباطات 19 اورو، هذا يجي حتى لينا حنا الكبار نيونين صراحة. كاين هاد الشكل د بنيتات الصغار، هادو 18 صراحة زويونين وخا مفيهمش الصولد، شي حاجة زويونة. شوفو هاد الشكل هذا شحال فن. هادي كتبقى حتى هي ب 14.90. بالنسبة ل هاد التيشيرتات معايا هادي كانت 25 وغتبقى ب 12 اورو 50. فن عجبتني الكاليتي ديالو، كتجي بالقبل فن هادو عاملين فيهم 50%. كتشوفو كيجيو خمسة فيهم كانو ب 15 يعني 50% عاملين الكاليتي ديالو زوينة، فيهم خمسة يعني مزيانة. هاد المحل هذا فيه الكاليتي ديالو زوينة عجبتني، يعني أنا سبق استفدت منو المحويجات كاليتي ديالهم زوينة ديال لي بيبي بحال الغزالات. الوليدات كتشوفو معايا كاينين صودادرات فنين بحال هادي 7.90 ما منقصينش فيهم، هادو لقينا فنين 7.90 يعني حاجة زوينة وكاليتي زوينة. نتوما شوفو كاين هاد الشكل عاود، كاين هذا بالنسبة ل سري ولات بحال هادو 15 اورو، ما عرفتش واش منقصين فيهم ولا لا، ما دايرين فيهم والو. عجبوني بلاصه ما فيها السولد، عجبوني ديال الوليدات بزاف. سمينا عندهم شويه طالعين ولكن بحال فيك بحال هادي كتبقى ب 30%. شوف هاد الشكل حتى هو زوين تقريبا كيبقاو هاد الثمن هذا. كاين هاد الشكل وكاينين هادو، هادي 30 اورو وهنا 30%. كنت تنشاركو معاكم وكنت غادي نخلص 3 اورو زايدة. دائما بقا تردو بالكم مع لي كيك البنات، سبق وقعت لي واحد المرة في ليدل خلصت 30 اورو زايدة ودابا عاود، ودائما صراحة كتوقع دائما ردوا بالكم مع لي تيكت. المهم نخرجوا دابا، ما شريت حتى شي حاجه من هنا ما عجبتني شي حاجه. المهم نخرج من هنا نشوفوا شي بلاصه اخرى نمشي. بالنسبه للاثمنه في بيرشكا جاوني بحال تقريبا بحال ديك الشيء تقال حتى في بيرشكا في الاول دريبه خاص كنلقاو هاد الاثمنه. كنظن انا بحال هاد المحلات هادو كيكون فيهم نفس الاثمنه. هاي الجينات 15 بحال هذا، هذا حتى هو 16 اورو يعني تقريبا بحال نفس الاثمنه، بما ان التخفيضات عاد بداو. هذو هما الاثمنه اللي كيكون بحال هاد الجينات 10 اورو. مجبورين كنسميهم بلون باسكو بلون هيك عجبوني، يعني ما فيهم التقطيع يعني تلاحظوا. صراحه صعيب باش نصور اليوم، الدنيا عامره بزاف ما زعما ما عنديش كيفاش ندير. هذا حتى هو واقيلا 10 اورو. كيفكم بالنسبه للثمنه مناسبه جدا، نسيبكم نصور لان الدنيا عامره بزاف. نعم شوف الى قضيت نصور شي حاجه وصافي. بلي بو 16 اورو عرفت كيما نعرف شفتكم الدنيا عامره بزاف 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 بزاف. هادو 8 الاورو خاصة دايرة كيجيو طوالين،
الترتيبات فهمت. كم الأثمنة جاتني تقريبا بحال إسبانيا يعني هكذا كتكون الرباطة في الأول في إسبانيا هاد كيبقاو تاكيطات هانتوما كتشوفو هادي 30 أورو كانت 46 كاين عاود هادو كيجيو حنين كاين هاد الشكل عاود ودابا لي رجعو موضة هادو بعشرين تقريبا الجينات هنا زوينين عجبوني كيو على هاد الشكل كانو ب 26 كاين الالوان كثيرة الشكل هذا زايدين شوية ب 16 متقطعين بزاف هاد هنا جيت لزارة بالنسبة للأثمنة الثلاثين نتوما كتشوفو يعني 17 10 12 ولكن مع الفلاش نصور لكم غتسمحوا لي بزاف البنات المهم انا غنحاول نكمل معكم هذا الفيديو ولكن ما نقدرش نصور لان كما كتعرفوا راه الدنيا مضطره ما قدرتش ما قدرتش والو حاولت ولكن ما قدرت هنا جيت للاش ام جيت ل هاد الجهه هذه ما كتشوفوش ديال الاكسسوارات لقيتها بعدا شويه خاويه باش نصور لكم شويه وانتم كتشوفوا معايا شوفوا هاد الفنانين ديال ثلاثة أورا عرفتش جدا صغار كما كتشوفو ابتداء من 6 الأورا جبوني هادو البنيتات هادي مزيونة هادي البنيتة تبدا صغار مع كسيوات عجبتني 6 الأورو فرحة زوينة شوية بكلشي زوينة أنا قلبت بعدا دخلت الكيكو قلبت حل حاجة المهم هنا كتلقاو شوف حل هذا عاود عجبني بنيتة الصغار وأخيرا لقيت هنا واحد البليصة كيما قلت لكم خاوية وقلت نصور لكم شوية بعدا غير أتيمي وبلايص أخرين البنات مرة ماجية إن شاء الله نصورهم لكم صافي نجي هكذا في وسط السيمانة غنقدر نصور هنا كتلقاو هاد السوداريرات ب 9 الأورو قلت لكم نفس الأثمنة هادو 5 الأورو أنا جاوني بالنسبة لبيرشكا بالنسبة لزارا بالنسبة للأش إم جاوني نفس الأثمنة إسبانيا هانتوما كتشوفو البنات يعني ماشي شي أثمنة خيال بالنسبة لهادو ميكي 8 الأورو وغزالة مهم هادشي ديال البنيتات صغار نشوف لكم بالنسبة للوليدات حتى هما هادو كيجيو زوينين 8 الأورو فيها جوج ديال كل مونطي شفتو هادي دابا غير تخفيضات الاولين يعني مازال من بعد غيزيدو ينقصو
وان شاء الله غادي يزيد ينقص الثمن، يعني الحويجات نفس الثمن في اسبانيا. هادشي اللي بغيت نقول لكم واللي بغيت نوصل لكم البنات. مهم انتما صد الاورس وضع دايره ديال البنيتات فنيونين بالنسبه للولاد مهم البنات، انا دابا غادي نشارك معكم شنو اللي خديت البارح، لان البارح جيت شويه معطله ما قدرتش هكذا نصور لكم شنو خديت. غادي نصور لكم شنو خديت. ما خديتش شي حوايج كثارين، لان كيف ما قلت لكم مش غنقول لكم راه الدنيا كانت مطرطقه، حتى حاجه ما كتبان. وانا من داك النوع اللي ما كيعجبنيش هكذا بحال كنمشي نشري اولا شي حاجه وتكون الدنيا عامره صافي، كنترون وكندوخ وما كتقاتب عليا حتى شي حاجه. المهم خديت غير شي حاجه قليله وهكذا، كيف ما شفتوا في الفيديو راني كنت كنوري لكم هكذا بانني باغيه نصور لكم، ولكن ما جبرتش حتى كيفاش لا نصور ولا نقلب ولا مشيتي فين تقيسي البروفادور كتلقايه عامر، مشيتي باش تخلصي كتلقاي الفيله ما عارفين واصله، يعني الصف طويل. يعني مهم من الاحسن صراحه الواحد لبغى يخرج هكا لي سولد ولا حتى يخرج ما يخرج السبت. السبت انا كيعجبني البنات نخرج لشي بلاصه تكون هكا غير في هكا الطبيعه، او نتسرى غير هكذا نتسرى وصافي، ما نمشي نشري ونمشي هكا، يعني كتكون الدنيا عامره بزاف. المهم البنات انا غنبدا معكم اول حاجه هو من هذا المحل هذا هاد الساعه. مهم اول حاجه خديت منه، ما خديتش منه شي حاجه كما قلت لكم، خديت تقشرات. تقشرات عندهم كاليتي ديال التقشرات زوينه كما سبق لي وقلت لكم، انا خديت من عندهم حتى في الصيف. نوريكم شنو خديت منه. خديت هادو كما كتشوفوا، هادو كانوا دايرينهم 50%، كانوا اورو 90 يعني كيبقاو بشي 80 سنتيم. هادو حتى هما، وهادو هادو يعني صراحه تقشرات زوينين هادو صافي. وهذا الشكل هذا صافي خديت هكذا لولادي. خديت هاد الطريبش هذا لولدي، ما كتعرفوا دابا البرد هنايا وفي الصباح كيكون البرد كثر، كان عنده واحد اخر وما بقاش بغاه، وخديت له هذا. هذا واقيلا خديته بشي 3 د الاورو، وحيد له التيكي ديالو شي 3 د الاورو من هذا المحل هذا نيت صافي. وهنا خديت هادو اللي كنت شاركت معاكم، عاملين لهم اوروف صراحه كاليتي ديالهم زوينه عجبتني، ما خديتش منهم بزاف، المهم خديت غير وحدين وصافي. صافي هادشي اللي خديت من هذا المحل هذا كيف ما شفتوا، ماشي شي حاجه كثيره. مازال ان شاء الله نرجع، واي حاجه غناخذها غنشاركها معاكم. من بولامبيار كما كتشوفوا حتى هما عاملين سولد. يعني بالنسبة للأثمنة البنات اللي هنايا جاوني بحال إسبانيا بحال فرنسا، ما عرفتش أنا علاش البنات كانوا كيقولوا بأن فرنسا ما فيهاش الربا خاص بحال إسبانيا، يعني أنا جاوني نفس الأثمنة. يعني خلي الحوايج الماركة بحال مثلا نقولوا أديداس يعني الماركات العالميين، يعني تا هما غادي يكون فيهم نفس الثمن. مهم هذيك البلايص مازال ما مشيت لهمش انا باش نقول رايي فيهم، مي مثلا بولامبيار، بريمارك، بيرشكا، اتشيم، يعني انا جاوني نفس الاثمين، يعني الربا خاص في الاول كينقصوا غير شويه ومن بعد كيزيدوا ينقصوا، يعني كتقدري تصدفي شي حويجات اخرين هذا. مهم بالنسبه لبولامبيار خدات بنتي هذا السروال هذا كما كتشوفوا زويون عجبني حتى انا، من التحت كيجي هكذا على هذا الشكل، وكيبقى الثمن ديالو هو 10 د الاورو، كان ب 26 اورو. وهاد السريولات البنات في الاخر د الربا خاص كيرجعوا ب 6 د الاورو. انا في الصيف كنت خديت عاود من التخفيضات من هنايا شي حويجات، هذا بحال هذا النوع هذا لقيناهم غير ب 6 د الاورو هاد السريولات هادو ديال التين. صافي هادشي اللي خدات من بولامبيار، لان انا اصلا كندخل بلاصه كنلقى فيها
هذا الزحام صافي كنخرج بحال هكا. بالنسبه للبريمارك غادي نشارك معكم البريمارك. بالنسبه للبريمارك ما خديتش شي حاجه فيها الصول غير اللي عندهم. خديت هذا السروال هذا خديتهم للولادي على حساب هكذا السبور كينفعوهم وزويونين. هادو بريمارك 5 دالأورو زويونين. خديت لولدي منهم ديك المره وخديت دابا لبناتي خديت منهم اكثر من واحد. خديت هذا وخديت لهم عاود هذا حتى هو هذا اللون هذا شفتو كيجي زويون حتى هو 5 دالأورو يعني زويونين ومقطنين وسخيخنين. على بالنسبه للبرد هنا كما كتعرفوا ما يقدروش يلبسوا هكذا غير سبيدوز او قولونات هكذا بوحدهم يمشيو بهم في الصباح ما يقدروش يعني هادو اللي كينفعوا في السبور. وخديت هذا اللون هذا الجري وخديت هذا عاود لبنتي اخرى حتى هي يعني كل وحده خديت لها جوج جوج بلو مارين وفي الجري وفي البيض. هادو 5 دالأورو الثمن ديالهم العادي في بريمارك فين ما مشيتي في اسبانيا فرنسا فين ما مشيتي كتلقاهم بهذا الثمن. خديت هادو وخديت لهم هاد هاد السودا دي راس او هاد القبيات هادو زويونين عجبوني حتى هما الثمن ديالهم رخيص نتوما كتشوفوا الثمن ديالهم 6 دالأورو مشفتو معايا وزويونين. وتا هما سبق لي خديت منهم ديك النهار لولدي والبنتي اخرى ودابا عاود زدت لهم منهم يعني هذا الثمن ديالهم كما قلت لكم عادي ديال دائما. خدات بنتي هاد هاد موتشيلا ماشي موتشيلا هاد الرينيونيرا ما عرف هنايا شنو كيقولوا. المهم هاد دروس هكذا بحال هكذا على هاد الشكل كيبين هذا كان ب 8 دالأورو رجعوه ب 3 دالأورو. شو انا جربت هذه البارح من كيكو زويونة عاملين لهم اورو في كيكو حتى هما عاملين تخفيضات زويونين. كنت بغيت نشارك معكم شحال من حاجه ولكن ما كتبتش. المهم شنو اخر هادو عاملين لهم في بريمارك وحده ديجا كلاوها في الطريق بريمارك 50 سنتيم. الشوكولات هذا عاملين له في بريمارك 50 سنتيم نتوما كتشوفوا زويونين صافي. شنو خديت وحده اخرى هذه خداو منها بجوج بناتي بجوج الصغيره والكبيره عجباتهم بجوج بيهم نتوما كتشوفوا كيجيو سخيخنين حتى هما واللوينات فيهم زويونين 6 دالأورو. هذه خديناها من هذيك الدياندا الاوليه اللي وريت لكم. هذه كانت ب 7 دالأورو ونقصوا منها 70% يعني بقات بقلب شي 3 دالأورو ولا بحال هكذاك. حاجه اخرى اللي خديت لولدي هذه حتى هي سودادرا فنين عجبوني انا ديال بريمارك صراحه الله سبق لي خديت منهم كاليتي ديالهم زوينه يا البنات والله العظيم يعني صبن ورد. هذه حتى هي ب 6 دالأورو وكاينين الوان كثيره غير انا مع مشيت مع السبت ومع هذا لقيت الدنيا خاويه. مهم هادو ب 6 دالأورو كاينين انواع واشكال وسخانين يا البنات كما قلت لكم صحاحين زعما ماشي صحاحين زعما صبن وعاود. وحاجه اخرى اللي هي اخر حاجه هي هذه حتى هو هذا الخريسي هذا خديته حتى هو لولدي كما شفتوا معايا حتى هو سخون من الداخل مبطن والثمن ديالو كان 4 دالأورو يعني صافي. هذا الشيء اللي خديت ما خديتش شي حاجه داخله في التخفيض الا هذوك التقشرات اللي وريت لكم والسروال هذو اللي خديتهم من التخفيض شي حاجه اخرى ما خديت شيء. مره اخرى ان شاء الله غنحاول نرجع البنات ونرجع في الاول السيمانه اولا في الوسط السيمانه كتكون الدنيا خاويه وكيكون هذا كيكون الدنيا خفيفه شويه هكذا نصور لكم حتى نتوما باش تشوفوا الاثمنه بعينكم البنات وتشوفوا يعني حتى نتوما وتقولوا لي كيفاش جاكم ديك الشيء والناس اسبانيا واش جاكم ديك الشيء بحال اولا لا. انا عطيتكم الراي ديالي ولكن كنتسنى الراي ديالكم ان شاء الله. مهم هادشي اللي كاين البنات نتلاقاو في فيديو جاي غادي نقول لكم السلام عليكم تهلاو ليا فراسكم.